الحاجه اللي تقلق حسن؟ فيك انت يا فيا انا ايه انا روحوش هي يا راهي راهي هكذا زعما سجا غيتعس فيك ولا كذبتي انا نهضر اها قاعده نحوس لها كاش ما تقول لكم ما عنديش نقول لكم انا نبيع لكم جوستومون يا اختي حنا ما عندي حد شيء انا كيما راكي تشوفيني شوفي كيما الكتاب هكذا تفتحي ما عندي حتى خبايا ولا نضرك ولا كونتخيغ الي فرونش يلا قولي لي عادي هاي قولي لي انت انا نقول لكم على خاطئ عسي راجلك واش حيهضر من بعد قولي لنا قبل ما نشوفوا باش نشوفوا ولا عندكم السيده وباينه وفاضحه خلاص على الاخر بكل شفافيه وباينه قولي قولي برك شوفي كاينه حاجه اللي تقلقوا مني شويه من ذاك من بعيد يقول لي انا هنا يعني ماناش برا ساعات كي يكون في الدار هكا ونبدا نهضر نرفض صوتي انا عندي لا فوا ان بو يقول لك راني هنا اي ايكو يقولها انا وهو قدامي هكا انا سهرانين نحضروا نبدا انا حسن وهذيك وهذيك ونبدا نهضر يدير لي هو هك هضر بالعقل راني هنا راني هنا يقول لي اه بابا نقصي شويه في صوتك بلا دوك نروحوا نشوفوا نوره هو واش قال عليك الونا كومو سي جوني مي سي با دي ديفو وين نقدر نقول بهم ولا حاجه سي حاجه طبيعيه تاع تو لي جور دونك ولفت بها عندها صوت شويه عالي صوت شويه عالي كي تهضر في التليفون تكون في الكوزينه انا نسمع كلش انا نسمع لها ما نهضرش باسكو علاش سان سيرا ريان سي اون هادي سي اون ابيتود هادي سي اون ابيتود لي فيها داير ماما ابراهيم ولدنا سي خرج كيفها تاني نسيت ما قلتها لكمش سي لا فيغيتي يقول لي ابراهيم وطالع عليك الله غالباك وفي حصة العشاء دوك كلش راح يبان معليش علمك شو حبيت نروح توحش الدار لا لا مازال كنت يا ودي يا ودي مازال عباكم خليت راجلي بالعشاء سيبوني نروح لا لا دوك راجلك راهو معانا وين معاكم خليته في الدار لا سكتي قال لك السيدة و هيا مازال دالتي مازال دالتك بالعقل صح روحي ربي قولي